العملات المعدنية والورقية تاريخها مليء بالمتغيرات، أما الحاضر فأكثر لغة يتحدث بها هي لغة المال والنقود. لا يختلف اثنان على أن العملات الورقية هي التي تحكم عالمنا الآن، فورقة نقدية رقيقة وخفيفة كفيلة بالسيطرة على العالم وإخضاع قوانين مختلف الدول، وهي قادرة على الرفع من شأن دول كما أنها قادرة على أن تخسف بدول أخرى الأرض. فكيف كانت بداية العملات المعدنية والورقية؟ ولماذا استعملت أول مرة؟ وكيف تتم صناعتها؟ صناعة النقود عبر التاريخ. بعد أن كان الذهب أساس التبادل التجاري قديماً، حلت محله الاتفاقيات والتعهدات وسندات من ورق أو قماش لدفع قيمة المشتريات والمعروفة في وقتنا الراهن بالأموال النقدية، حيث كان يتم الاستعانة بالخامات أو المواد الغالية أو ذات القيمة المرتفعة للمقايضة بها، شرط أن يكون متفقاً عليها بين أفراد المجتمع باعتبارها سلعة قيمة ومقبولة ضمن عملية التبادل التجاري. وقد اختلفت هذه الخامات والمواد باختلاف المجتمعات والحضارات، حيث تم تداول جلود الحيوان في ألاسكا والملح في نيجيريا واستعمال الأبقار والتبغ في شرق آسيا والأسلحة القذيفة في تايلاند، كما تم استعمال هذه المواد أيضا بمثابة مهر أو أجر. النقود المعدنية. تم استخدام النقود المعدنية منذ القدم، وكانت تتم صناعتها بالذهب والفضة ومواد أخرى مشابهة، حيث كان وزن العملة يحدد ما يمكن شراؤه بها أو يعادل قيمتها من الحاجات المطلوبة. ومع مرور الوقت ارتأت بعض السلطات الحاكمة إلى وضع خواتم على العملات لتفادي الاعتماد على الوزن، إضافة إلى الاعتراف الرسمي بالتعاملات المالية وبشكل موحد. إلا أن الاعتراف بهذه العملية من طرف الجماهير لم يتم حتى القرن السابع قبل الميلاد، حيث أعاد المؤرخون أصل أول استعمال رسمي للأموال المصادقة إلى الملك كروسس ملك ليديا إحدى ولايات الأناضول. وقد صنعت أول عملة معدنية من سبيكة الإلكتروم، وهو مزيج من الذهب والفضة. هذا ويرجح البعض أن استعمال المعادن ومعادلتها بالنقود يعود للحضارة البابلية، أي 2000 عام قبل الميلاد. النقود الورقية. تتم عملية صناعة الأوراق النقدية باستعمال مواد طبيعية كالقطن والكتان المستعملين في صناعة الأقمشة، وجاءت الحاجة لصناعة الأوراق النقدية للتخلص من الأوزان الثقيلة للعملات المعدنية، إضافة إلى الحماية من السرقة لهذه الكميات المعدنية الكبيرة. وقد كانت الصين أول من استخدم الأوراق النقدية قبل 1000 عام من الآن، ومع نهاية القرن 18 وبداية القرن 19 انتشر استخدام الأوراق النقدية في أرجاء العالم. وقد كانت الأوراق النقدية في البداية عبارة عن سندات أو تعهدات ورقية يقدمها المشتري كتعهد على دفع قيمة معينة من الذهب والفضة، مما يعني أنها بمثابة ودائع يتم تحويل قيمتها واستبدالها بالمقايضات. صناعة العملة الورقية. يتم صناعة الأوراق النقدية باستعمال القطن والكتان عوض الورق العادي، لكون بعض أوراق القطن والكتان قد تستمر لمئات الأعوام، في حين أن الأوراق العادية قابلة للتحلل لاحتوائها على نسبة عالية من الأحماض. وتمر عملية التصنيع عبر مجموعة من المراحل، حيث يتم تعريض القطن لدرجة حرارة عالية، وبعد إخضاعه للضغط العالي يتحول القطن لعجينة يتم خلطها عدة مرات لتصل إلى ملمس النقود العادي. وعندما تصبح العجينة بالرطوبة اللازمة يتم وضع أشكال النقود حسب المقاسات المعتمدة في كل دولة، ثم تتم عملية تلوين الأوراق حسب قيمة العملة لتأخذ الشكل المتداول في البلد. فهل سيستمر عالم النقود على ما هو عليه؟ أم أن رياح التغيير وشيكة، خاصة مع ظهور العملات الرقمية، فيكون مصير العملات المعدنية والورقية كسابقاتها من وسائل التعاملات التجارية؟ لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك جديدنا، ولا تبخل علينا بالإعجاب ومشاركتنا أفكارك في قسم التعليقات، وكذلك مشاركة الفيديو مع أصدقائك.